طيب يعني في النهاية هيتم تعديل. بنفس الكلام أنا متفق معه لأن أنا قلت هذا الكلام أيضا. بس الدكتور السيد عمرو موسى ما عملش بيان. قدراته تقف عندها زي ما قلت لك. إيه قدراته قدراته يا دكتور؟ يعني هيعمل له إيه عمرو موسى لو أصدر بيان؟ ده كان أمين عام جامعة الدول العربية. هل تفتكر عمرو موسى هيجي له أمين شرطة من أمن الدولة؟ هو هيكون أهم من سامي عنان. ماله سامي عنان؟ سامي عنان مش في السجن واتحكم عليه 10 سنين ولا 15 سنة. أنا طيب. يعني انت قصدك عمرو موسى ممكن يلقى مصير سامي عنان؟ بالتأكيد. اي معارض الان مش بس عمرو موسى, اي معارض اذا محمود حجازي في السجن او سامع عسك, اذا محمود حجازي مركون او طلع من الخدمة يعني على المعاش مثلا او اي شيء, ليس هناك من هو اقرب للسيسي من محمود حجازي. ولا انت يا دكتور كمال, ولا كمال للباو الالف زي كمال للباو. وبالتالي مش هترجع مصر. والله العظيم ما قررت حتى الآن. أنا عارف والله يعني, وأتمنى أن نرجع. ما كلنا نتمنى. أنا قعدت 23 سنة أتمنى أرجع ورجعت. وأنا بتمنى أرجع وهرجع إن شاء الله.